انا جنبي نجيبه لك، انا جنب محمد عادل لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي والمدرب العام. مميز جدا. لا 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 زولا، لا زولا المدرب العام محمد عادل، لا احمد عادل لاعب الدايره مع حضرتك اهو. ده غير كابتن عدلي، اهلا، ازيك، مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ لاعب الدايره بقى، يعني بالمواصفات الجديده بقى اللي هي الاشول. اشول ووحش. والله لاعب الدايره ده بيتبني عليه خطط كتيره جدا، ف يعني انا متوقع انك انت طبيعي طبيعي طبيعي، كل مركز ليه اهميته طبعا. يعني ارجو ان انتوا وزمايلك الصفحه تتقفل بكره، عشان ماتش السوبر ده ماتش هايل ومهم وهيكون فارق باذن الله. طبعا طبعا طبعا، الموضوع ان احنا خدنا بطوله النهارده، بطوله افريقيه طبعا، الحمد لله على كل شيء. الناس فرحت جدا والناس هتفضل فرحانه طبعا. بمجرد اول لما نرجع القاهره الموضوع اتقفل، نبدا نفكر بقى من اول وجديد، نبدا نعيد حساباتنا. هدفنا على بطوله برضو افريقيه، ماتش بطوله كاس عالم انديه، فطبعا الناس كلها بدات تستوعب هي فين. الموضوع طبعا مختلف جدا، بس هي طبعا هنا الاجواء لحد دلوقتي الناس مبسوطه طبعا، ده حقنا، ونفرح مع الجمهور طبعا، دي حاجه طبيعيه جدا. فده لحد اول ما نرجع القاهره الصفحه اتقفلت، ونبدا بقى صفحه جديده، الماتش بالبطوله ثلث السوبر ان شاء الله. تمام، وباذن الله يعني تكون عند حسن العشم من الجمهور بعد اصل انتوا الناس لما بتتعود على الانتصارات ما يعني في الاهلي ما بتتنزلش، طبعا طبعا فربنا يقدركم ان شاء الله. وتعودوا برضو الناس طبعا الناس الـ الـ حاجه عندها. النقص اللي حصل بـ 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 بالغياب يعني المؤثر بتاع محسن رمضان، لكن البركه فيكم، وانا عارف ان انتوا زي ما عملتوها كده في الفاينل هتعملوها باذن الله الماتش الجاي. ان شاء الله الناس كلها على قدر المسؤوليه، ومحدش بيبخل بروح العرق التيشيرت اللي هو لابسه. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، واي حد يتمنى ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي، فالناس كلها حاسه بالمسؤوليه دي، وعارفين ان هم داخلين على مباراه يعني تقريبا من اهم البطولات في حياتهم. اغلبيه اللعيبه هنا صغيره، فبالنسبه لهم اصلا دي اول افريقيا، وبالنسبه طبعا للسوبر هيبقى اول سوبر، فالناس بدات تستوعب وبدات تخش في المود بتاع ماتشات افريقيا والبطولات، ودي حاجه كويسه جدا كبدايه موسم ان احنا نخش نبدا ناخد افريقيا. تمام تمام، والف مبروك، الدوري طبعا وذقتوا طعم الفوز فهتبقوا حريصين عليه.